يبدو أن المكلة تسير بخطى واثقة نحو إعادة تطبيع الحياة وعودة مرافق ومؤسسات الدولة بعد غياب استمر لأكثر من عام رغم سيطرة عناصر تنظيم القاعدة على المدينة. واليوم وبعد عودتها إلى أحضان الشرعية بدأت ملامح الفرحة والأمل في الظهور على وجوه سكان المكلا بعد انتشار وحدات قوات النخبة الحضرمية في شوارعها، وهي المدينة التي تنفض عن نفسها الغبار الذي خلفته تلك المرحلة. فهذه المؤسسات الحكومية ومرافق الخدمات العامة تعاود فتح أبوابها وتقديم خدماتها الأساسية للسكان تحت إدارة شرعية، حيث باشر موظفو الكهرباء والمياه والاتصالات في إصلاح خطوط الإمدادات التي تضررت. المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي استعاد نشاطها في الأيام الجارية بعد حدوث المشاكل والأحداث التي صارت سابقا، ونرجو من المشتركين أن يسددوا ما عليهم من مستحقات. موظفو النظافة أيضا انطلقوا ومنذ الوهلة الأولى بعد التحرير في تنظيف شوارع المكلا ورفع المخلفات منها، بما تواصل بقية مؤسسات الدولة ترتيب أوضاعها لإعادة مزاولة أعمالها. الأمور الحمد لله تحسنت والفضل لله سبحانه وتعالى، ولأبنائنا برضو اللي ساهموا في استقرار هذه الأوضاع اللي هي النخبة الحضرمية أو النخبة من الحضارم في تحرير حضرموت، إلى جانب قوات التحالف نوجه لهم الشكر والتقدير، ونتمنى أن تعود الأمور إلى ما هي عليه وأفضل وتستقر البلاد ونعيش في أمن وأمان. عودة مؤسسات الدولة إلى العمل من جديد بصورة مستمرة تعد تحديا كبيرا للسلطات الحكومية بعد كسبها رهان تحرير المدينة من سطوة المسلحين. رغم المخاوف التي لا تزال تنتاب البعض هنا، إلا أن الصورة على الأرض تشير إلى أن كل شيء في المكلا في طريقه ليعود أفضل مما كان عليه. محمد اليزيدي، قناة بلقيس، المكلا.